السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عماد الدين للسيارات. زي ما أنتم شايفين معانا اليوم 460 لكزس الاس، طبعا معانا لونج الطويلة بريمي فل كامل ينقصها بعض المواصفات راح نذكرها إن شاء الله يوم نكون جوا السيارة. طبعا حنصور السيارة من برا على الشكل سريع. هذه مقدمة السيارة، هذه جوانب السيارة، خليني اصوركم اياها بصورة كاملة مع الجنب. طبعا ما شاء الله طويلة، خلتني ارجع ورا كثير. طبعا هذه من صراحة من افخر السيارات في العالم، يعني في ناس بيقولي مرسيدس السي كلاس، وثاني جماعة ثانيين يقولوا لي البي ام دبليو 700، لكن انا صراحة اعتبرها هذه افضل سيارة فخمة من حيث العملية والجودة والحفاظ على السعر. طبعا محرك السيارة معروف 4600 سي سي، يعني 460 4600 سي سي، غير اوتوماتيك بثمان سرعات توبترونيك، نظام دفع خلفي وهيدروليك. طبعا يا اخواني الكرام اتكلم عن مواصفات السيارة من برا، فتحة سقف، انوار ليد، انوار زينون عالي وواطي، كشافات ضباب ليد، حساسات امامية عدد 6، 1 2 3، في الجهة الاخرى نفس الموال. طبعا غسيل شمعات امامية. جنوط الومنيوم مقاس 19 انش، اشارات مراية، زيجو كروم جانبي، دخول بصمة، مقابض أبواب كروم. طبعا سيارة لونج باب طويل، حساسات خلفية عدد 4 على العكس الأمامي، الأمامي أكثر، أول مرة ألاحظ هذا الشيء. مع أنوار ليد خلفية. طبعا نتكلم عن مواصفات الداخلية للسيارة ونبدأ بالمفتاح. طبعا دخول بصمة مع تشغيل بصمة مع كرت ذكي، هذا موجود بتجوب اللكزس الفل كامل طبعا، ولهالله موجود باللكزس ال 460 وكذا سيارة في اللكزس. برضو من أحد مميزات السيارة، قبل لا ندخل على السيارة نصوركم الشنطة الكهربائية، شنطة كهرب ذكي، العفو ما هي ذكية، كهربائية فقط، لأن السيارة شغالة عفوا ما راح نقدر نفتح الشنطة، لكن مو مشكلة يوم نخلص الشرح نبدا ندخل جوا. طبعا دخول ذكي مع تشغيل بصمه. نبدا في الباب، الباب ما شاء الله بنقعد اسبوع كامل نحكي عن المواصفات حقته. طبعا زجاج كهربائي بنظام اوتو، لمسه واحده، ذاكره تخزين مقاعد، عندكم هنا يا اخوان الحزام الامان تقدر ترفعه وتوطيه من هنا. طبعا نتكلم عن كرسي السائق، كرسي السائق فيه كثير وضعيات، هذه الوضعيه المخده اللي نقول لك كرسي طياره، شوفوا هذه مخدة الظهر من هنا، هذا الظهر نفسه تحرك الظهر من هنا، وبرضه التكاية لاحظوا معنا التكاية فوق، تكاية الرقبة تقدر تحركها كهرباء، ما تتحرك يدوي طبعا، والكرسي قدم ويرجع. طبعا في بعض الناس يوم نزلت عن الجيب اللكزس 570 قال لي كيف قدرت تنزل منه؟ صراحة الجيب أنا ما أشوفه بالأمانة مهما كانت فخامته، ما أشوفه بكثر الفخامة حقت الـ 460، مع إنه مواصفاته أكثر صراحة وأجمل بكثير، لكن دائما السيدان هو الأفخم مهما كان. الجيب له استخداماته البرية الدبلوماسية إلى آخره، لكن السيارة الـ 460 لها درعها الخاص. طبعا يا أخوان مراية كهربائية مع خاصية الطي الأوتوماتيكي، عندكم تقدر تطفي الحساسات وتشغلها من هنا، عندكم البنزين يفتح ويسكر من هنا، عفوا يفتح ما يسكر، يسكر يدوي، تفتح الشنطة كهربائية من هنا، عندكم العداد هذا هو من هنا تقدر توطي، هذه الأزرار توطي العداد تعليه وتوطيه من هنا، عندكم هذا غسيل الشمعات الأمامية، هذا مو زر هذا شعار فقط لا غير، عداد الرحلات يستخدم
طبعا عدد رحلات يا اخوان يستخدم وين من هنا تقريبا، لا من هنا من التريب هذا هو تقدر تشوف تطفي عفوا وينه اي من هنا هذا عداد حق الزيت والمسافه. هنا لا الدسب حق الرحلات. عندكم بلوتوث اوامر صوتيه مثبت سرعه، عندكم زر تشغيل البصمه، عندكم جلنط كهربائي هولد، طبعا الهولد حق الاشاره اللي توقف عند اشاره وتكبسه جميل جدا، ميزه حلوه كانت معي جينيسيس كانت مريحتني جدا في الميزه هذه. هلا وش برضو المواصفات نتكلم، خلينا نشغل كيف لانه صراحه الجو فجاه صار حر. طبعا هلا عندكم الساعه فاخره من لكزس، عندكم مكيف لمس بتحكم منفصل، نظام الصوتي حقها CD USB الى اخره، عندكم قواعد الاكواب طبعا حوامل يسمونها حاملات الاكواب، عندكم الماوس حق الشاشه، شاشه كبيره عملاقه فيها نظام ملاحة طبعا 2016 يجي شاشة الملاحة بكامل كذا، بس للأسف الذاكرة ما هي موجودة عشان أوريكم الذاكرة جوا، فلا الله ما أقدر أفتحها حتى يجي يستلمها العميل بنفسه. شوفوا الماوس طبعا من هنا، ماوس جميل جدا صراحة من الأشياء المميزة في سيارات الليكزس. طبعا هي جت تقليدا، اخبر ان البي ام ما جاء لمس، فابدا ما جت شاشاتهم لمس، فهم اللي الظاهر هم اللي سبقوا الناس بشاشات اللمس، بعدين لحقتهم مرسيدس، بعدين جت الليكزس. طبعا عندكم هذا نظام قياده السياره من وضعيه من نورمال الى سبورت الى ايكو الى اخره. طبعا هذا نظام الهيدروليك يرفع السياره، هذا نظام التراكشن، عندكم تسخين وتبريد المقاعد الاماميه، عندكم الستائر الجانبيه اللي خلف السائق والراكب تحكم فيها من هنا، هذا واحد حق اليسار وهذا حق اليمين، هذه الستاره الخلفيه، هذه حقت لاحظوا يا اخوان هذه الظاهر اذا كانت التكايات مرفوعه ينزلها، لحظه لا هذا الكرسي السائق والراكب يقدر يطفيه من هنا، لحظة غريبة ما أدري عنه أي شيء، رير صراحة حتى في الشاشة موبايل معي، أنا ما ودي أطلع إلا بعلمكم كل شيء إن شاء الله. عموما اسألوا أهل الخبرة وأهل السيارة هذه، والله شكل حق التكايات الخلفية حقة الروس. طبعا نفتح الدرج، هنا الدرج مدخل USB او حق اغراضك الشخصية تحطها هنا، في منفذ USB في منفذ كهربائي. عندكم يا اخوان فوق هنا الانوار LED جميلة جدا، فتحة السقف، للأسف السيارة ما تجي بانوراما، ايش الاسباب الله اعلم، بيت النظارة راية تعتيم بس شكلها قديم للأسف، مو زي اللي باقي اللي قازس والجكسارات جت بشكل جديد. عندكم حتى ما شاء الله هذه المرايه برضو كهربائيه، عفوا مو كهربائيه مرايه ليد، نور الليد حقها جميل جدا. عندكم كرسي السواق برضو في حفظ وضعيه الكرسي، حفظ الوضعيه وحزام الامان وسنتر لوك كامل للسياره. طبعا السياره هذه فل كامل جميع المواصفات الفاخره طبعا موجوده فيها. ايش المواصفات اللي ناقصها؟ اللي هي يسمونها هيلب درايفر اللي تساعد السائق، اللي هي مثلا عندكم النقطه العمياء، تحديد المسار، بروجيكتر ورادار، هذه المواصفات ما هي موجوده، لكن جميع مواصفات الليكزس الالترا موجوده، اللي هي شفط الابواب، تبريد تسخين لجميع المقاعد، مساج، زينون الى اخر من المواصفات موجوده فيها. زي ما قلت لكم بس المواصفات حقت هيلب درايفر ما هي موجوده. طبعا لازم نرجع المقصورة الخلفية، لأن المتعة في المقصورة الخلفية هنا مع كل المواصفات والأزارير هذه لسه ما في شيء. نرجع ورا، طبعا حنركب من باب الراكب وليس من باب الراكب اليمين وليس من باب اليسار، لأن الراكب اليمين هو اللي يستمتع كامل. طبعا أبواب شافت هذه السيارة من وراء، طبعا شوفوا مهما كان هذا ضيق اقدر اتحكم فيه. لحظة وين التحكم حق الكرسي الامامي؟ عفوا من هنا يا اخوان، طبعا شوفوا يا اخوان من هنا اقدر اتحكم، لا من هنا خليك من هنا
هذا له زر خاص فيه اخوان من هنا، اذكره كان موجود في ال، ما ادري هل هي نفس الجينيسيس موجود الحركة هذه فيها، انه كرسي السائق، كرسي اللي الراكب اقدر اتحكم فيه من عندي. عموما يا اخوان هذه السيارة من ورا حتى الدي في دي، لكن ما ودنا نفتح الريموت لانه ما حيفتح معنا الا بالريموت، فبالامانه ما ودنا نفتح الريموت ونستخدمه عشان الزبون ان شاء الله القادم اللي عليها ما يزعل ويتضايق من هذا الشيء. طبعا شوفوا يا اخوان من هنا طلع تقدر تفتح ستاير، تسكر ستاير. خليني اسكر الستارة الجانبية من هنا. طبعا صراحة يطلع يعطيك جو خاص فيك، يعني دلع كامل خاصة صراحة، سيارة دلع دلع. هنا برضو عندكم اغراض شخصية لكم اذا حابين تحطون فيها، ميزة حلوة جدا اللي هي الثلاجة. شوفوا يا اخوان هنا ثلاجة، طبعا معنا زي ما انتم شايفين داخلية ابيض رخامي، اللي فيها التخشيبة حقتها رخامية، الداخلية ابيض هيلوز. عندكم برضو تخزين مقاعد للمراتب الخلفية، نظام صوتي اكيد من جي بي ال والله العالم. الحين نشوف اذا كانوا كاتبين عليه، لكن على الغالب انه جي بي ال، تويوتا تستخدم جي بي ال دائما. عندكم التحكم، هذا تحكم بكامل الخصائص حقت السيارة، للنظام المكيف، للنظام المسجل، للنظام الصوتي، كامل التحكمات خاصة من السيارة مكيفها الخلفي ما هو مربوط مع المكيف الامامي، فتقدر انت تشغل المكيف اللي ورا غير عن الامامي. اربع فتحات تكييف خلفية، ثنتين في الزوايا وثنتين في الوسط. عندكم البلد من ورا برضو يقدر يتحكم بالسيارة من قدام بكامل الاعدادات، بالمسجل الى اخره من الاعدادات. طبعا هذا بالنسبة للاعدادات، عندكم فيها مساج، طبعا خلينا نتكلم عن المواصفات. هنا مكيف، هذا المكيف من هنا، هذه شاشة المكيف. طبعا الله، عندكم النظام الصوتي من هنا يتحكم فيه، شوفوا من هنا تقدر تشغل تطفي كامل، شوفوا من هنا اقدر. خليني اغير الى اف ام، لا نبي اف ام، دقيقة هذه الاف ام. طبعا من هنا التحكم كامل، هذا التكييف من هنا برضو، التكييف حرارة التكييف برضو الخلفي منفصل، انا لي مكيف واللي بجنبي له مكيف خاص فيه. عندكم المساج من هنا، هذا بالنسبة لمساجي انا اللي جالس عليه. من هنا اتحكم بالكرسي، اقدر يعني مثلا يا اخوان شوفوا انا جالس هنا في هذه، اقدر اتحرك اتحكم بالكرسي حقي كامل. خليني اطفي المسجل، اذا تسمعون صوت الهز هذا صوت ال، صوت الله، صوت المسجل عفوا، صوت المساج. طبعا السيارة برضو فيها مرايا خلفية جميلة جدا، اللي هي هذه ما شاء الله. شوف بس ولعتها ونورت المقصورة، نص المقصورة نور. خلينا نصور، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، يا ليتنا منورين من اول شيء، قمة الفخامة بدون استثناء صراحة. عموما السيارة من وراء ومن قدام الكل مستمتع، ما حد محروم من شيء، كل واحد له يعني كل واحد له مواصفاته الخاصة، وكل واحد له كرسيه مستقل اوبشنه، بس انه اللهم بيتشاركوا بالنظام الصوتي، بيكون لنا صوتي واحد. طبعا دي في دي خلفي اللي هو هذا زي ما قلت لكم، ما نقدر نفتحه بالامانة عشان الريموت حقه ما يزعل علينا صاحب السيارة القادمة ان شاء الله. عندكم فتحات تكييف برضو فوق، قلنا ست، قلنا ما شاء الله فتحات التكييف الخلفية أكثر من فتحات التكييف الأمامية، عدد ست فتحات، حتى الظاهر هذا حق مانع الضوضاء يسمونه. سيارة جميلة جدا، سيارة خاصة إنها لونج وسيعة من ورا، سيارة فخمة تقريبا سعرها 3000 ريال سعر السيارة. صراحة سيارة بطلة، لكن عيبها الوحيد انها من عام 2007 ما تغيرت بشكل جذري، صار عليها بعض التعديلات عام 2012 من اللي يسوونها فيس ليفت سواء على الخارج وعلى الداخل فقط لا غير. ظلت السيارة زي ما هي، زي الماكينة زي الجير الى اخره، ظلت السيارة بالامانة يعني هذا من السيارة ظلت زي ما هي، من هذا من انا اشوف عيب صراحة، لكن ممكن لكزس ناوية تنتظر وش يسوون مرسيدس
وتسوي بي ام دبليو عشان تسحهم شيء جديد قوي. بالأمانة يعني إذا حاولنا نقارن مواصفات السيارة هذه على كل مواصفات البطلة اللي فيها، للأسف برضو نلقاها ناقصة شوية مواصفات وسعر مرتفع نوعا ما. يعني أذكر أني ركبت هيونداي سنتينيال يسمونها 5.0 أو 5.0 أعلى مواصفات، صراحة أقول لكم قمة الفخامة بكل شيء، قمة الفخامة تقريبا. يعني ما في فرق كبير في السعر، ذي قيمتها 240 تقريبا 230 ألف، صح انها يعني كوري لكن صراحة مواصفاتها جميلة جدا. بس يبقى الليكزس، الليكزس مهما كان سواء مدحنا الكوري ولا ما مدحنا الليكزس معروف. فأقول لكم ذيك بقى يعني صراحة القيمة هذه نوعا ما مقبول، لكن مثلا يكون سعر زي هذه الفل الفل في نقطة عامة 400 ألف، فنحسبها أن قيمة السنتينيال 200 ألف، لا والله أخذ سنتينيال أفضل لي. يعني حتى لو السنتينيال، السنتينيال ضمانها أفضل من ضمان الليكزس بالأمانة، فيعطيك الوكيل 5 سنوات تعداد كيلومتر مفتوح، صيانة مجانية إلى 100 ألف خلال 5 سنوات، وعداد بعد الصيانة المجانية العداد كامل إلى 5 سنوات مفتوح. فهذه مواصفات قوية برضو هونداي قاعدة تنافس عليها، ما ودنا نستحقر هونداي. ليكزس كانت أول ما نزلت تويوتا، أول ما نزلت ليكزس الناس استهبلت، الناس طقطقت، الناس قالوا من يدفع سيارة فخمة المبلغ، سيارة ياباني بالمبلغ هذا. صارت من أفضل، حققت من أفضل مبيعات في أمريكا الليكزس، نجحت جدا، حتى أن شعار الليكزس ما كان موجود في اليابان فقط نزلوه برا، نجح الليكزس وأثبت وجوده. برضو ما نقدر نستهبل بالهيونداي، بالسنتينيال، بالجينيسيس، سيارات جبارة بالأمانة. أنا تقريبا جربت السيارات هذه كلها، فأحكي لكم الواقع تجربة، والله لا من حيازية ولا شيء. شوفوني راك ما عندي ولا سيارة سنتينيال ما أشتغل فيها وأمدحها بالأمانة، وأمدح الجينيسيس ما عندي حاليا ولا حبة، لكن من واقع تجربة ومن واقع استخدام فده الله. فأقول لكم الحقيقة، ما يعني في ناس للأسف يقعد يستحقر السيارة عشان شعارها وعشان مصنعها، وللأسف ما جربها. يعني كانوا الناس يذمون هيونداي الأكسنت، يذمونها لما استخدموها وعرفوا أن السيارة على قولتهم الله يعزكم حمارت مكدة، فعرفوا قيمة السيارة. بالأمان هذا نفس الشيء مع الهيونداي سنتينيال وجينيسيس، فيوم ننافسهم مع اللكزس بالعكس، صراحة إذا صراحة الصدق إذا بننافس بالمواصفات يتفوقون عليهم بكل شيء. هذه من كلمة يعني كلمة حق، ما ودنا نظلم أحد، يتفوقون عليهم. لكن يبقى اللكزس له اسمه فقط، يعني زي يوم كان الكادلك له اسمه في التسعينيات، الحين اندمر الكادلك، اندفن، صارت سيارة غير مرغوبة للأسف. اللينكون نفس الشيء، الياباني ليكزس، والصراحة ليكزس هو اللي غطى عليهم بشكل كامل، دفنهم، حرقهم. يعني ما تستبعدون يوم الأيام برضو يندفن الليكزس ويطلع لك الكوري بنص القيمة ومواصفات أعلى وخدمة الضمان أفضل من الليكزس صراحة. يعني أذكر ويليام الجينيسيس معي، كان الوكيل مدلعني، كان حاط لي موظف صيانة خاص فيني، أول ما أدخل السيارة على الوكالة لي سيارة بديلة فورا. لها الله. حتى الكفرات، مع أنه وما كانت سيارتي أردنية يا أخوان، ما هي سعودية، وكان الوعلان يهتم فيني بالأمانة، أقول يعني الصدق كان الوعلان يهتم فيني في خدمة مسألة الضمان والصيانة المجانية، وسيارتي أردنية شاريها من برا. فالشركات تحاول تطور أنفسهم مهما كان للخدمة يعني والعميل. يعني خلاص أنا شفت الخدمة حقتهم، ما ودي أعيب عبد اللطيف جميل صراحة، ما ودي أعيبه لأنه برضو خدمتهم ممتازة، لكن مثلا هيونداي تعطيك حاجة أفضل بالنسبة للجينيسيس، العناية في العميل أفضل من الليكزس. حتى أن على طول سيارة بديلة، وعلى طول صح أن تكون سيارة يعني أقل، يعني يعطيني مثلا سيارة جينيسيس يعطيني سوناتا، لكن برضو حلو، أحسن أني أطلع أركب تاكسي في الشارع. فالجماعة مو مقصرين كانوا، وأنا والله طولت عليكم، أعطيتكم سوالف طويلة. عموما يا أخوان، مواصفات الأمن والسلامة عشان نقضي الفيديو، مواصفات الأمن والسلامة معروفة في الليكزس، فهي توب التوب، فرامل بيس، نظام ثبات إلكتروني، إرباقات جانبية وأمامية، إرباقات جميع المراتب مع نظام تراكشن، ثبات إلكتروني وفرامل بيس، وعدد 5 أحزمة أمان لكل الركاب. أتمنى يعجبكم الفيديو كما وعدتكم، بنصور الشنطة الحين لأنه بننزل من السيارة عشان نغلق الفيديو.
ودنا صراحة قبل لا ننزل لأنه ودنا نصور فيديو ونسكر. أمانة يا أخوان ادعموا لي القناة بصراحة، الحمد لله القناة عليها دعم، لكن برضو بلغوا الشباب اللي عندكم اللي حالكم، خلهم يستفيدون، خلي الكل يستفيد من القناة، ما هي محكورة على أحد، ما هي يعني بغض النظر شريت عن معرض عماد الدين ولا ما شريت من معرض عماد الدين، هذه القناة للفائدة، ودنا نفيدكم بأي شيء، والله يجزاكم خير. خلينا ننزل ونصور الشنطة. إيه بالله بالله طفي لي السيارة. طفي السيارة بالله تكفى. طفي السيارة نهائي. السلام عليكم. شوف الأخ فواز. عبد الرحمن. فواز شوف أنت فاتح السيارة من جوا. فواز. لا. راح تجاري تكزيس. ماشي. مفتاحها يا فواز بالله. قفل السيارة. عبد الرحمن. ثواني. لازم تضغط الزر اجل مو من الريموت. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا دعم القناة. تحياتي.